السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على بقلاوة اللي كتجيب عجينة المسمن وكتجي من ألد ما يكون، وحنا ان شاء الله مقبلين على شهر رمضان الفضيل، نبغيو بحال هاد الشهيوات بحال هكا وهاد المعسلات. وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. بسم الله، انا غادي نبدا معاكم المقادير. بسم الله، هنا عندي 4 كؤوس ديال الطحين، ما يعادل 400 غرام ديال الطحين، الدقيق الابيض، كندير الملحه حسب الذوق، وكندير معلقه ديال الزيت الاولى الثانيه صافي. وانا غادي ندير هنا العجانه، غادي ندير الماء دافي، ما يكونش بارد بزاف ما يكونش سخون بزاف، غير دافي. انا درت الكاس الاول هنايا، ثم الا بغيتي تعجنوها بيديكم غير كتجمعوها، راه ما كتعطلش وما كتدلكش. هنا انا غادي نجمعها في العجانه بحال هكا، ثم شفتوا معايا انا غادي نوريكم القوام ديالها، القوام ديالها هو هذا، ما كتكونش قاصحه بزاف وما رطباش بزاف صافي. غادي نجمعها وغادي ندير ليها بلاستيك الغذائي ونغطيها، وغادي نخليها واحد 10 دقائق او 15 دقيقه. الى عندكم الوقت راه تخليوها حتى ساعه ديال المكانه، حتى هي انا عندي هنا واحد الكميه ديال اللوز وكاوكاو، عندي كاوكاو مقشر وعندي اللوز، قليتهم في الفران وغادي نطحنهم هكا غير كنفروشهم شويه، كنطحنهمش بزاف. نتوما شفتوا معايا القوام ديالو صافي، كنطحن هاد الكميه ديال اللوز والكاوكاو. نتوما اللي عندكم غير كاوكاو راه كتجي زوينه حتى بكاوكاو. كندير راس معلقه ديال القرفه، وكندير هنايا معلقه ديال السكر، السكر سقي صافي. وكندير معلقات ديال الزبده ثلاثة، كنزيد كندير 4 معالق ديال الزبده مذابه صافي، وكنحركها مزيان وكنحطو على جن. وهنا غادي نوجد هكا الزبده اللي طيبتها مزيان حتى كيحيد لنا داك الماء، وكندير شويه ديال الزيت صافي. وغادي نصوب العجينه ديالنا، انا غادي نقسمها هكا، نتوما شفتوا معايا كيفاش دلكات كتعطي الطوع صافي. كن ندير شويه ديال الزيت باش كندهن طاوله العمل، كنقسمو على 4 الكويرات صافي، كنقرصهم هكا، استمر عليهم حتى كنقرصهم. العجينه مطلوقه وغادي نغطيهم ببلاستيك غذائي، كنخليهم يرتاحوا غير 5 دقائق راه كيرتاحوا صافي. غادي نبدا من الاولى، وغادي نطلق العجينه ديالنا كيف ما كنطلقوا المسمن. نتوما شفتوا العجينه راها طايعه مطلوقه ما كتقطعش، كندهن هكا البيص اللي الزيت كندهن به طاوله العمل وكنورق به، والزبده هي اللي غادي باش غادي ندير الوسط. ثم كنجبد بحال هكا ما كيتقطعش معانا، باش كتعرفي العجينه ناجحه راه ما كتقطعش، ولو كتجبدي ما كتقطعش. استمروا عليها حتى كترقاق من الوسط ديالها، كنجبدوها بحال هكا صافي. كنزيد نجبد هاد القنيتات، كنحاول نرققهم مزيان باش ما يبقاوش هكا شادين العجينه، خصهم يتورقوا. انا كندير الزبده صافي، كندهن بها مزيان،
وغادي نطوي بحال غادي نطوي المسمنة، غادي نزيد نطوي وغادي نطوي على أربعة، كنزيد ندهن هكا بالزبدة، والزبدة حاولوا باش طيبوها حتى كيحيد من هذاك الماء اللي تيكون فيها، وكتولي كتعطي اللون ديالها صفر. صافي انا دابا وجدت الاولى بحال هكا، كنحطها على جنب، كنصوب الثانية عاوتاني، حتى هي كنقرصها حتى كترقق مزيان. انا تبعت معكم هنا الخطوات، كنعاود نجبد، هي راه كتجبدوها ما كتشرق ما والو. كنزيد ندير المسمنة الثانية، صافي بعد ما رققتها غادي ندهن بالزبدة، وغادي نجيب المسمنة وغادي ندير الوسط ديالها وغادي نطوي عليها. كنزيد نطوي عليها تاني الوجه الاخر، كندهن بالزبدة، كنستعنو بالزبدة كندهنو بها. صافي درت الثانية الثالثة، حتى هي كندهنوها بحال هكا بالزبدة. زيد عاود تاني نحطها، صافي بعد ما درت هذوك ربعه الكويرات بحال هكا وحده وسط وحده، غادي نغطيها هكا بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح باش منين نقرصوها ما تجيناش قاصحه. كنريحوها على شويه 5 دقائق. صافي بعد ما ارتاحت نتوما شفتوا معايا راه العجينه ديالها مرتاحه، صافي كنستعمروا عليه حتى كنطلقوها مزيان. هي طلقناها، غادي ندير شويه الزبده، بحال هكا كنرش عليها الزبده على هاد الوجه اللي غادي ندير فيه اللوز ديالنا وكاوكاو. صافي كندردرو بحال هكا كنخلي واحد الجهه باش مني غادي نطوي فيها ما تشد لينا، ماشي كاوكاو ما كيخليهاش تشدو اللوز. صافي غادي نخلي هذيك الجهه اللي ملهيه، خليت هذيك البلاصه وكنسرح هكا بالمعلقه باش كنقادو. انا غادي نبدا نطوي، كنطوي بحال هكا وكنضغط عليها باش كيما كيبقاش داك الهواء الوسط ديال المسمن. كنزيد نطوي الطيه الثانيه، كنزيد نطوي الطيه الثالثه، وغادي الطيه الرابعه غادي نخويها هكا ندوزها خاويه ما فيهاش حشوه. صافي وكنزيد بحال هكا نقرصو وكنجبدو، مقلبتها على الوجه ديالها، داك الوجه اللي خاوي كنهبطوه لتحت. صافي وغادي نجيب هاد القطاعه ديال البطاطا وكنبدا نقطع بحال هكا،
كنقطعوها كمائل، نتوما شفتوا العجينه راه مطلوقه، كنحاولوا مع عرب شويه. صافي وكنستمروا عليها بحال هكا حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله. وغادي نجيبوا لاطا نفرشي لها الورق ديال الفرن. صافي وكندخلها الفران بحال هكا على درجه الحراره 200، كنخليها هكا 25 دقيقه كتكون موجوده. نتوما شفتوا معايا مقرمشه. غادي نجي هنا غادي نديرها في الطاوه فهاد اللاطا عفوا. صافي هنايا بعد ما جمعتها غادي نعسلها بحال هكا، ومن الاحسن بحال هكا نخليوها ليله كامله حتى كتشرب لينا العسل. وكنقول لكم بالصحه والراحه، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا لايك باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد اللي جداد على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.